السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا اخوان الكرام؟ احوالكم ان شاء الله تكونوا بخير، سلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس لتتوصلوا دائما دائما بأحدث فيديوهات شماشم، وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم وفي صحتكم، أيضا لا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الآخرين. لا شك أنك تدون أو لديك مدونة وجاءك شيئا من اليأس أو الفشل في التدوين لأنك لا تربح أي شيء. طبعا اشتريت دومين، قمت بإنشاء مدونة، وقمت بتركيب قالب، وعندك مواضيع، وتنتظر الأرشفة، وتنتظر الربح من الفيس الربح من الأدسنس، ولكن المشكلة أنك لا تجني مال، أو ربما عندك مبالغ قليلة جدا، أو تربح شيء قليل، سنتات قليلة جدا في اليوم. فبارك الله فيكم، اليوم لن أطيل عليكم ولن يعني أزيد في كلام أكثر، فأنا سوف أرشدك إلى شيء أو إلى موضوع من الأخ هاني حسين. يعني لمن لا يعرف هاني حسين، واحد الانسان اللي هو معروف، يعني را قمه في مجال المعلوميات، يعني خاص في مجال الربح. فعنده واحد التدوينه اخوان الكرام، تدوينه انا يعني بلاك دوب، يعني شاهدتها اكثر من مره وانا اقراها لزياده يعني الثقه وزياده العمل. فهو يتحدث في هذا الموضوع كما تلاحظون، كيف يربحون من مدونتهم، لما لا تفعل ذلك. هاد التدوينه الخاصه به، يعني تدوينه راه ارشاد الناس الى الصواب. فهاد الشخص هذا اللي هو هاني حسين يتحدث عن اشخاص ربحوا في التدوين، يعني كيف كانت يعني كيف كان النجاح لهؤلاء في مجال التدوين. طبعا هذه الرساله لكل يعني الذين ارادوا ان يبداوا او عندهم واحد الفشل في التدوين، ويعني عاملوا ويعني مده معينه وعندهم واحد يعني تعبوا في العمل ولم يجدوا نتيجه، فانا انصحكم بمشاهده هذه المقاله، سوف تجدونها في الاسفل، فشاهدونها جيدا واقرؤونها، يعني اقرأ كانك تقرا كتاب، فاقراها جيدا وسوف تتغير افكارك الى الاحسن، وسوف تستمر في المدونه، وسوف تعلم يعني ان التدوين يحتاج الى كل ما يذكر هذا الشخص، يعني تجارب لاشخاص، يعني ما شاء الله. يعني انا في الحقيقه انا اريد ان اقدم لكم كهديه، يعني شهد بارك الله فيك ولن تندم، وان شاء الله سوف بعد ما تقرا هذه المقاله كامله سوف اجد ان شاء الله التعليق الخاص بك فيه يعني الثناء على هذا الموقع، والشكر ديالي ان شاء الله بحول الله. واعتقد قد انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.